أحسن مرحبا بك. كان تحكي لنا على الدورة الثالثة وتحكي لنا كيفاش جات الفكرة من الأول المهرجان كيف هكا مهرجان كيما نقولوا احنا أوريجينال ما فكرش فيه قبل شكون حتى في العالم. هو الحمد لله معناتها الواحد كانت الفكرة في البداية كانت حلمة والحلمة ولات حقيقة بشوية بشوية الحمد لله ربي أعطاه الإمكانيات أن ينجم يحقق الحلمة هذه برشا كماليات اللي هي كما الشاشات كما العلاقات مع التلامذة كما العلاقات مع المهرجانات الكبيرة كما برشا حاجات هي وتات أنها خدمة المهرجان. والحمد لله اليوم المهرجان في الدورة الثالثة معناتها كي نشوف أنا اليوم سجلوا معايا 46 دولة من العالم اللي هم 4 دول العالم هذه حاجة مهمة برشا لأنه اليوم عن 4 العالم وغدهم فيها دول فعلا في السينما بالطبع أنا كي نجي شارك معايا مصر معناتها عنا عشرات مشاركين من مصر أو الجزائر معناتها حوالي ظلي 97 مشارك من الجزائر معناتها هذه حاجة مهمة برشا وخاصة بعد احنا من 97 هذوكم معناتها نفرزوا منهم 10 أو 9 اللي هم يتعداوا بعد كيف المغرب كيف العراق ما نساوش الهند زاد كيف الهند كيما اكبر مصنع سينمائي في العالم صحيح من اكبر المصنعين السينمائيين والسنه زاد معنا حتى الصين عندها دور مهم لانه في الاخر ترويج العباد برشا معناتها حتى كي يهبطوا فيديوهات احنا توا كي عملنا كومنتير المشاركين معنا في الصين هما يعملوا كومنتير يدخل لنا 1000 2000 واحد على الباج جوست يعملوا لنا كومنتير على الباج وهما ذوما مجرد حضورهم مهم في الديجيتال بالطبع ان شاء الله مش يكونوا محلانا ضيوف زادة من الصين ومؤثرين في الميديا معناتها في ديزانفلونسور صينيين وديزانفلونسور في العالم يوم 1 و2 و3 سبتمبر اللي هي مش تكون دورة مميزة فيها فنانين كبار كبار برشا معناتها على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني وهذا ان شاء الله مش يزيد يعلي من المهرجان لانه كما قلنا احنا صناع معنا وسام رزق معناتها من اكبر المخرجين في ليبيا وبالحق معناتها هذا فخر انه يكون معنا اكبر مخرج في ليبيا لانه قداش من عام على التوالي ياخذ جائزة اتحاد الإذاعات على الدول العربية وهذه جائزة معناتها صعيبة برشا لأنه التحكيم صعيب في اتحاد الإذاعات الدول العربية والنزيه والشفاف وهذا مهم برشا اللي نكسبوا كسب مصداقية معناتها المشاركين واحنا نحاولوا كل زادة دولة فيها بزايد مشاركين معناتها نجيبوا محكم منهم باش يدافع على بلاد البلاد وكذا وهذا هو الهدف بتاعنا. عدد العروض اللي تم قبولها في المهرجان السنة عدد العروض اللي تم قبولها هم اللي عرضوهم بكري مش حافظ الرقم بالضبط ما رقم كبير رقم كبير من قرابة 700 فيديو أكثر من 700 فيديو معناتها قبلوا أرقام معناتها كبيرة مش مستحضرة تو لكن هو كان رقم مشرف يعني بالنسبة كدورة ثالثة كمهرجان تولد جديد معناتها عنده 3 سنوات احنا فخر لينا يعني كما قلت لك الارقى عندي 46 دولة وقبلت منهم 17 دولة من العالم هذا يا معناتها سواء لترويج السياحة حاجة مهمة سواء لترويج الثقافة حاجة مهمة سواء للتوعية حاجة مهمة معناتها تبادل الثقافات بين العالم هذه حاجة مهمة والتجارب التجارب التوعوية والتجارب السينمائية بالنسبة للدعم سي وليد فما دعم من وزارة الإشراف خاطر كنتي توا تمس في وزارة الثقافة وزارة السياحة وبرشا وزارات أخرين والله ما نورز ما هو ما فماش دعم من وزارة الإشراف لأنه قدمت ملفات سي وليد قدمت ملفات عمناول وما كانش فما دعم عمناول ما دعمتنا وزارة السياحة بمبلغ معناتها بسيط معناتها عمناول دعمتنا وزارة السياحة بإقامة لبعض الضيوف الأجانب يعني وسنا ما قدمناش احنا انا بالمناسبه رئيس جمعيه استعراض اوسو احنا عملنا اكبر كرنفال معناتها في تونس وجاو في اوسو اكبر معناتها اكبر عدد تجمع نتاع عباد في الفيو دارتيفيس وفي حفل صابر الرباعي في هذه الساعه في المباشر وفي الكرنفال معناتها في 3 ايام وصلنا ممكن المليون و500 حاضر وهذا ومازلنا ما صبتناش الوزاره معناتها زايد الواحد يحس روحه يضيع في وقته به هو توا في التوندونس سي وليد العباد ما عادش اصلا تتواصل مع وزاره الاشراف خاطر اللعب كله على البريفي توا شنو هي اموركم مع المستشارين؟ حسينا انه المستشارين بدات تمن بالمشروع نتاعكم الحمد لله عندنا بعض المستشارين اللي هما عندهم ثقه فينا عندنا بعض المستشارين اللي عندهم ثقه فينا والحمد لله معناتها كيما سوسيتي ايماجين كيما معناتها
عديد المستشارين الحمد لله، مش حاجه كبيره من الجهه والا من تونس كامله. لا من تونس كامله، مستشارين كامل في المغرب. شكرا.